بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته، وبعد. فحديثنا اليوم إن شاء الله فيما يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام، وهو المذكور في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام، بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، على خمس: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه الأركان الثلاثة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم بحق إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فبناء الإسلام على هذه الأركان الخمسة الثلاثة الأول مرتبة في صحيح مسلم وفي البخاري، والصيام والحج جاء في ذكر في البخاري الحج مقدما على الصيام، ولكن ذلك المعنى لا يتغير، كلها هذه الخمسة أركان وقواعد هذا الدين الذي قال الله جل وعلا بشأنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالشهادتان لا يصلح عمل أبدا إلا بأن يكون الواحد مؤمنا بها، قائما بأدائها، يشهد أن لا إله إلا الله، موقنا بأن الله هو الفعال لما يريد، وأن الخلق كلهم خلقه، مالكهم هو جل وعلا، لا يشاركه في ذلك أحد، ومن لازم ذلك أن يعبد وحده. ولهذا جميع دعوات الرسل من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلها تدور حول تحقيق عبادة الله وعدم إدخال أحد فيها مع الله جل وعلا. وتكرر علينا في مرات كثيرة وفي بعض المرات هنا أن من عمل عملا ولو كان عملا كريما جزيدا حسنا إذا أدخل مع الله أحدا لم يقبل الله جل وعلا ذلك العمل. فاحرص أيها المسلم على ذلك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، آمن بأنه جل وعلا الفعال لما يريد، وأن الخلق كلهم خلقه، وجميع ما تنطوي عليه المخلوقات من سماء وأرض خلقها جل وعلا، ثم بين في كتابه كم المدة التي خلق هذه المجموعات العظيمة والأجرام الكبيرة في ستة أيام، ولو شاء لكان أقل من ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فاحرص أيها المسلم على إحسان عبادتك، وإذا كنت تقرأ القرآن تجد أن خطاب أي رسول ممن سبقوا إنما يخاطب قومه بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فانظر في نفسك، هل تراعي أحدا من الخلق؟ هل تحسن أعمالك رجاء أن يحمدك الناس؟ هل تؤدي عملا تحب أن يحمدك الناس عليه؟ العمل المقبول هو الذي لله، كما في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين حديث النية: إنما الأعمال بالنيات. إذا أدخلت مع نيتك في أداء العمل أحدا غير الله لم ينظر الله إلى ذلك العمل. فاحرص دائما وأبدا على إتقان الاعتقاد السليم بأنك إنما تعبد الله وحده
ولا تشرك به أحدا. ثم لتنظر أيضا فيما يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا اختار كل نبي يأتي أو أتى إنما يهتم بقومه ويرسل إليهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالرسالة الكاملة الكافة الشاملة للثقلين. ولذلك اقرأ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى آخره، ماذا قالوا؟ اقرأ سورة الجن، قل أوحي إلي. اقرأ سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين حضروا الجن كلما سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. فاحرص على أن تكون جادا في ذلك، ثم اعلم أن الله لا يقبل عمل إلا إذا كان تحت راية دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أكمل الدين كما أشرنا مرارا، وأنزل بذلك ما أنزل، إن الدين اليوم أكملت لكم دينكم. وبين جل وعلا أيضا في القرآن أن الدين الذي يقبله الله هو الإسلام، وأنه جل وعلا لا يقبل أي تدين بغير الإسلام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يهودي ولا نصراني يموت ما آمن بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وقرر الإعراض عن كل ما لم يكن في ملته إلا دخل النار. فانظر إلى ذلك. ثم اعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جوامع الكلم يجتمع له المعنى الكثير في كلمات محدودة. فبلغ جل صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة وصبر وصابر وذكر عما كان قبله من الأنبياء. قصصا العاقل يجد فيها عبرا وتذكيرا. ذكر أن نبيا دعا قومه فضربوه حتى أدموه، ما غضب ذلك النبي وإنما جعل يمسح الدم، والحديث في الصحيح، فقال وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فإذا تسنمت لأن تكون قائما بالدعوة إلى الله فاصبر على ما تلاقي مما لا تريد، واحرص على أن تكسب قلوب العباد وتؤثر عليهم في هدايتهم لتفوز بالأجر المتكرر والثواب الذي لا يتناهى. كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا إلى هدى يعني استجب له كان له من الأجر مثل أجور جميع من تبعوه دون أن تنقص أجورهم. وقد قال لعلي رضي الله عنه قبل أن يفتح خيبر لأن يهدي الله بك رجلا واحدا رجلا خير لك من حمر النعم. تطلع إلى ذلك إذا كنت في مجال الدعوة لتفوز بأن تكون من أحسن الناس موقفا وقولا. وقد قال الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاحرص بقدر مستطاعك، لكن احرص أن تبدأ بمن تنتمي إليهم كما قال الله محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. فأنذرهم صلوات الله وسلامه عليه. احرص على هداية الأقربين منك ومن تقوم على شؤونهم، واعلم أنك مسؤول عن أي تقصير يتم منك إذا كان بإمكانك أن تتلافاه فاحرص على ذلك. وأحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن اتباعه سبب لمحبة الله لك
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فمتابعته صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بالتوحيد الخالص وجاء بالدعوة الواضحة النيرة، فاحرص على أن تكون حسن متابعة حريصا على تعرفي ما كان يعمل. وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم، ترك أمته على محجة، يعني طريق مسلك واضح، محجة بيضاء ليلها كنهارها، يعني يستوي بالوضوح والبيان وسهولة الاهتداء بها السير ليلا ونهارا، لا يزيغ يعني لا يتركها ولا يضل عنها إلا هالك، والمقصود بالهلاك الذي ليس بعده حياة. ثم اعلم أن التوبة لها شأنها عند الله جل وعلا، وأخبر سبحانه أنه غفار لمن تاب، وأخبر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأكثر من التوبة مما تعلم ومما لا تعلم لك من الأعمال، فإنها تمر علينا أعمال كثيرة، إما أن لا يتنبه لها الإنسان أو لم يفكر أنها محذورة أو غفل بغفلة الدنيا ولا ذهب يفكر. فأكثر من التوبة والاستغفار لتفوز إذا كنت صادقا في ذلك، والله يعلم الصادق من غير الصادق، تكون مفلحا. يبارك الله لك في عمرك وعملك ويتجاوز عن سيئاتك ويحقق لك ما قدره، لأن كل واحد لن يفوته المقضي له ولن يسلم من المقضي عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس، قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. إذا وقع أمر لا تقول لو أنني فعلت كذا وكذا. وفي كتاب التوحيد لشيخ الإسلام عن لو، لا يقول أحد لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، أو لو كان عندنا ما ينبهنا ما حصل لنا كذا وكذا، لا. احرص على بذل المستطاع في تلافي ما تخشاه، فإذا وقع حقيقة فاعلم أن الأمر لم يكن مقدرا بأن تجتازه، وإنما تذكر قول الله إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن الله أثنى على الذين إذا أصيبوا مصيبة وحلت يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، قال الله أولئك عليهم صلوات من ربهم. احرص أن تفوز بالصلوات، وأكرر مجرد تكرار، احرص على إتقان العمل الذي توديه في هذا الشهر، ولا سيما الصيام، لأن الله اختص بالصيام لنفسه. لما جاء ذكر أن عمل بن آدم الحسنة بعشر إذا عمل بها بمئة إلى سبعمائة، قال الله إلا الصوم، لا أحد يعلم كم المقدار الذي يضاعه به، قد يضاعه في سبعمائة وقد يضاعه بأشياء لا تأتي على عد الإنسان، لأن عطاء الله وإحسانه وجوده لا ينتهي إلى حد من تفكير بني الإنسان. فاحرص على إحسان عملك، ومع ذلك عند الإفطار احمد الله على ما يسر لك، واحمد الله على ما وفقك للقيام بهذا الصوم. وقد يمر عليك في صومك أي كلام يكون خادشا للصوم، أكثر من تكرار الاستغفار وأكثر من التوبة، وعند الإفطار احمد الله. والنبي ذكر قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فأكثر من حمده عندما تتناول أي شيء تتطلبه نفسك فاحمد الله عليه. ثم كرر الحرص على تعرف سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واحرص على توطين نفسك أن تقوم بما تقدر عليه من ذلك،
فإن من استعان بالله صادقا وحرص على الوصول إلى ما يرضي الله جل وعلا إن تمكن بارك الله له وضاعف حسناته، وإن لم يتمكن لم يضيعه، منحه حسنات. فكم من أناس تمنح لهم حسنات كانوا هامين أن يقوموا بعمل، إما عجزوا عن القيام به، أو حيل بينهم وبينه، أو سهوا عنه ولم يذكروه. فربنا أكرم الأكرمين، كما في حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات. إذا هم الواحد بحسنة إن فعلها تضاعفت على حسب جود الله وعطاه، وإن لم تحصل عجز أو سهى عنها أو نام أو منع وفي نفسه تطلع لأن يقوم بها تكتب له حسنة كاملة. ومن كرم أكرم الأكرمين وجود أرحم الراحمين أن الإنسان إذا هم بسوء ثم تركه متعمدا كتبت له حسنة كاملة، وإن ترك هم بعمل ولم يترك لكن عجز عن القيام به لم يكتب عليه الإثم لمجرد الهم ولم يعاقب عليه. أما إذا كان ترك تكتب حسنة كاملة ولو لم يعمل. فاحرص على أن تحدث نفسك في كثير من المواقف في أن تقوم بأعمال، ثم الإنسان قد يعمل العمل ولا يصادف أن يوقعه في المحل الذي يريد الله فابذل جهدك والتوفيق بيد الله. فإن في من كان قبلنا رجل هم أن يتصدق، عنده مال، فقال لا أتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بالصدقة ووجد أحدا فوضعها في يده، وكان وضعها في يد سارق، فتحدث الناس تصدق الليلة على سارق، ندم وقال الليلة على سارق. عزم الثانية أن يتصدق، ثم خرج بصدقته فوضعها بيد زانية بغي، فتحدث الناس تصدق على زانية فأسف هو، ولما أصبح عزم على الثالثة فتصدق فوضعها بيد غني. ما عند الناس مصابيح وأنوار ساطعة تجعل الإنسان يرى عن بعد إلى آخرة، فأصبح يتأسف على زانية وسارق وغني. فقيل فجاءه الخبر كيف؟ الله أعلم، لكن الحديث في الصحيح أما صدقتك فقد تقبلت، وأما الغني فلعله يعتبر فيبدأ يتصدق، وأما الزانية فلعلها تستعف بالصدقة عن الزنا، وأما السارق فلعله يستغني بذلك. فاحرص أنت على بذل المعروف بقدر المستطاع، واسأل ربك أن يرشدك ويهيئ لك سبيل إصابة موضع الصدقة أو موضع العمل. ثم احرص أيضا على أن تؤدي أعمالا، الأفضل في كل عمل إلا ما كان الأولى به أن يشهر ويعلن. ولذلك أحد السبعة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، واحد منهم يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا من الذين يدخلهم الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد يأتي الحديث إلينا في الليلة إن شاء الله كاملة نقرأ السبعة جميعهم. فاحرص على أن تحاول أن تشابه بعض من ذكر في الحديث، فإن الحديث ذكر فيه الإمام العادل وذكر فيه الشاب الذي ينشأ في طاعة الله، فينبغي للشباب أن ينموا ويربوا أنفسهم على سلوك الطريق هذا. ورجل قلبه معلق بالمساجد وقلب ورجل أحب آخر فتحاب واستمر عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الخشية، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال يعني لا يخشى لو وافق لما تريد إلا الله، فما منعه ودواعي الرغبة موجودة فيها.
ما منعه إلا أنه يخاف الله. فاحرص بقدر المستطاع أن تتشبه بأي واحد منهم. والآخر الذي قلبه معلق بالمساجد تكملة السبعة، احرص على أن تكون. كيف يكون قلبه معلق في المساجد؟ لا يدخل الوقت إلا وقد أقبل إلى المسجد أو دخل فيه. يعود نفسه أنه يكون من السباقين لأماكن العبادة، تلك الأماكن التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أحاول بقدر المستطاع، ثم أعلم أن أي عمل حسن كريم لا يكون عالي القدر إلا إذا كان مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس صيانة اللسان. النبي قال للناس كما سبق أن ذكرنا، قال: من يضمن لما بين لحييه لسانه وما بين رجليه فرجه أضمن له الجنة. إذا صان الإنسان لسانه عن الغيبة والنميمة والسباب واللعن والخوض فيما لا يعنيه لغير ذلك مخافة من الله، وصان فرجه عن ارتكاب المحرمات فتاتا، وكان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات، يدخل الجنة. كما قال أبو النبي لأبي ذر، قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. لا أسترسل في هذا، لأجعل الليلة القادمة إن بقينا إحياء أتكلم عن أمر الصلاة وأهميتها، وما ينبغي أن يكون الإنسان عليه فيها، وما ينبغي أن يكون عليه من نوافل الصلوات مما يرغب فيه أو يكون جائزا أو دعي إليه، ولكن غير بغير إلزام. كأمثال بين كل أذنين صلاة، يعني بين الإذان والإقامة، صلوا قبل المغرب ركعتين وأمثال ذلك. يكررها النبي ثلاث مرات، ثم يقول: من أراد، يعني ليست واجبة. فيحرص المسلم بقدر المستطاع على أن يتقرب إلى الله جل وعلا. وحديث الحديث القدسي الذي فيه جملة التي يقول الله فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظر النوافل، أما الواجبات فعليك أن تقوم به، وإذا لم تقم بها تكون عرضة للمحاسبة. أما النوافل فكلما أكثرت يتقرب حتى أحبه. فإذا أحببته يقول الله كنت سمعه، لا يتلذذ إلا بسماع ما يسر من القرآن والأذكار والعلم النافع الذي يعود على الإنسان بالصلاح والتقى، وبصره لا يفكر بأن يلتفت بنظره إلى شيء إلا مما يرضي الله جل وعلا. سمعه لا يرهف سمعه لاستماع قيل وقال أو سماع له والطرب أو سماع أنواع الملهيات من قوارع المحرمات، لا يفكر في ذلك، وإنما يفكر فيما يعده عدة له يوم العرض والجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأختصر وأسأل الله بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان أن يجعلنا جميعا ممن يخاف الله في السر والعلن، وأن يجعلنا من الذين يحبون الله ورسوله ويصدقون في محبة الله ورسوله، ويحبون كل من يحب الله ورسوله من عباد الله، كما أسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الملحدين المجرمين، وأن يفرج كروبات المسلمين عاجلا غير آجل. اللهم فرج كروبات المسلمين، اللهم فرج لأهل الشام بالهداية والتوبة والانتصار على النصيرية الفاجرة، وأرنا عجائب قدرتك في من يعينون تلك الدولة من رافضة وغيرهم عاجل غير آجل، وعاجل المظلومين المضطهدين بالفرج يا حي يا قيوم، وارفع الفتن على الأمة الإسلامية في كل مكان.
وأحل محلها الأمن والإيمان والصدق فيما بينهم وبين بينك يا حي يا قيوم وفيما بينهم وبين المؤمنين إنك على كل شيء قدير. كما نسأله جل وعلا أن يعاجل بلاد اليمن بارتفاع الفتنة وإخزاء ودحر المذهب الرافضي الذي أمده الصفويون من طهران ومن يلف لفهم من الرافضة في كل مكان. نسأل الله جل وعلا أن تمزق آمالهم وتضيع رغباتهم مهدرة مذلة عاجل غير آجل، وأن توفق أهل البلد بالصلاح والاستصلاح والتعاون على البر والتقوى والانتصار بنصر الله جل وعلا، وأن يحرصوا على محو أثر الرفض الذي أراد أن يعشش في اليمن وينشر ربه فيها رايته ويضايق فيها بقية الأمة الإسلامية في كل مكان وفي جزيرة العرب بالخصوص. اللهم أرنا عاجل غير آجل ما يدحر ذلك المذهب الفاجر يا حي يا قيوم، وارفع كل الفتن عن بقية البلاد الإسلامية في الشرق والغرب، وفرج كرومات كل مكروب من المسلمين بغير حق، واشفي مرضاهم وأشبع فقير جائعهم، وأغني فقيرهم، واهدي ضالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا في هذه البلاد لما تحب وترضى من الأعمال الكريمة، واجعله يا حي يا قيوم راعيا يخافك في السر والعلن، يسعى جادا ومجتهدا في نشر الخير والفضل والعدل في البلاد، وتأمين السبل وقمع البدع وإطفاء نيران الفتن في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جازه على ذلك بصحة بتمام صحته وسلامة مسيرته، وهيئ له يا حي قوم ولنا ولجميع إخواننا من أمرنا رشدا، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.